3, 2, 1. السلام عليكم يا حلوين. نميت النهاردة هتكون عن دنيا سمير غانم واغنيتها الجديدة. نزلت الفنانة دنيا سمير غانم اغنية جديدة على القناة بتاعتها على اليوتيوب اسمها اسيب نفسي وغني، وصورت الاغنية دي بشكل كرتون، لمت فيها كل الاحداث اللي حصلت ليها وهي صغيرة مع باباها ومامتها ومع اختها ايمي، وعملتها كنوع من انواع التذكار لرحيل والدها ووالدتها.